متابعي قناة أنفاس بريس، حنا تنتواجدوا الآن بقاعة الكبرى التي عقد فيها مجلس مدينة الدار البيضاء الدورات ديالو العادية والاستثنائية في مقر ولاية جهة الدار البيضاء 26 نوفمبر 2023. صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على واحد النقطة تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتوجات الغذائية والفلاحية، المنصة اللي غتكون يعني غيتجمع فيها جميع الأسواق الكبرى، سوق الدجاج وسوق الخضر الفواكه وسوق السمك خارج مدينة الدار البيضاء وبالضبط في منطقة الساحل السولم. هذه النقطة أثارت واحد الجدل على اعتبار أن مجموعة من الناس اللي تخدموا في هذه الأسواق الجملة في مدينة الدار البيضاء غادي يوجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة، بالإضافة إلى أن بإمكانية يعني أثمان الخضر والفواكه والدجاج تزيد في الارتفاع ديالها على اعتبار أن هذه المنصة غتكون خارج مدينة الدار البيضاء. المهم هو أن هذه النقطة أثارت الجدل، غادي نشوفوا أش قالوا المنتخبين معارضة وأغلبية حول هذه القضية. مجلس مدينة الدار البيضاء صادق على النقطة المتعلقة بإحداث منصة لتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية خارج مدينة الدار البيضاء في منطقة الساحل السوان، بالنسبة لكم كيفاش تشوفوا هذه النقطة هذه؟ من أجل تجميع الأسواق الكبرى تاع الدار البيضاء. هي الفكرة كفكرة ممكن إذا نكون الجميع معها، تجميع واحد البول كبير اقتصادي فيه لا الخضرة ولا اللحم ولا كاع المرافق غير القوى المواطنين، ولكن السؤال هي كيفية تدبير هذا الشيء، كيفية البرمجة لهذا الشيء، حيت ملي كنقولوا هذه المسألة راه عندنا مجموعة أسواق في الدار البيضاء كيشتغلوا فيها الناس، كاينه فيها اسر لحل اسره ديالها من هذه الاسواق، كيفاش غنديروا لهم؟ خاص يكون تصور اجتماعي مرتبط بهذا. كذلك مني القدره الشرائيه المواطن، مني غننقلوا كل شيء خارج الدار البيضاء، اكيد ان مع الثمن الغازوال اللي غادي كيرتفع بشكل مهول ان الثمن ديال الخضار ولا اللحوم ولا الحوت غادي يتزاد، وهذا غيتقل كاهل المواطنين. وهنا كيبين بان الهاجس المواطن والهاجس الاجتماعي اخر ما يفكروا فيه في التحالف، هذا التحالف لا الحكومي ولا التحالف ديال المدينه. كذلك هاد الشركه الان كيجيو كيعرضوا لنا شركه هي اللي غادي تدبر بدون مناقصه بدون ابيل دوفر، وهذا خارج ضوابط وخارج هذا، وهادشي كيقول بان الامور ما واضحاش مزيان، باقا ما جابتش وباقي فيها ارتجاليه في التسيير. سي مرحبا، واش تشوف الخطه اللي دابا غيديروا مجلس المدينه على مستوى يعني سوق الدواجن على الحي المحمدي غتكون فاعله وتهني الدار البيضاء من هذيك الكارثه البيئيه اللي كاينه في الحي المحمدي؟ هاد المدينه الغذائيه او سوق الدواجن والمواد الغذائيه كنعتبروا انه واحد توجه استراتيجي، توجه مهم جدا يدخل في اطار الحكمه الجيده، لان هادو هما المشاريع اللي خصنا نولي اهتمام ونعطيوها الاعتبار والوقت الكافي. بدنا ان شاء الله ان هادشي يخرج في الولايه الجامعيه ويحسب على عمل هاد المجلس هذا وعلى الناس المدبرين ديال هاد المجلس. علاش؟ لان هادشي فيه توجه حكومي، ملي يعني كنتكلموا على منصه غذائيه كنتكلموا على الامن الغذائي في ماشي في الدار البيضاء، في المغرب كامل، وكنعرفوا النشاط اللي الاولويه اللي كتحظى به مدينه الدار البيضاء والمكانه الاقتصاديه اللي كتحظى بها. فبالتالي كان بدنا ان هادشي يخرج في 2018، لانه حنا هاد النقطتين اللي مدرجتين ديال المنصه الغذائيه درنا الغاء واحد الاتفاقيه ديال 2018 اللي كان صادق على المجلس السابق، وجددنا صادقنا على اتفاقيه اطار جديده تهم هذا الشان. هذا موضوع تاع سوق الدواجن في الدار البيضاء، الناس طلعوا للقمر ومشوا لبعيد، وحنا في سوق الدواجن ما قدرناش نرحلوه على مستوى مدينه الدار البيضاء. شنو هي الصعوبات وشنو العراقيل اللي سيتحول دون هذا الترحيل تاع السوق هذه، وشنو الحوايج اللي غدير المجلس الان؟ اولا بالنسبه لهذه النقطه ديال سوق الدواجن، هي نقطه صعيبه شيئا ما. اولا كاين معاناه بالنسبه لولاد المنطقه ديال الحي المحمدي، روائح كريهة، كاين تشويش، كاين مجموعه ديال الامور اللي هي كتفسد هذيك المنطقه وكتعطيها بانها نقطه سوداء. اليوم كانت خط واحد القرار في 2018 باش كازا بريستاسيون تعاون مجلس المدينه الدار البيضاء باش يدير ترحيل ديال هاد السوق الجمله ديال الدجاج، علما بان هاد السوق راه يلاه كيوفي 20% في الاستهلاك ديال البيضاويين، راه 80% كتجي من الاسواق، راه كيتباع عشوائي، كيتباع مباشره في الاسواق. فاليوم كاين قرار اولا الغاء هذيك الاتفاقيه اللي كانت باش البيضاء للخدمات ما تبقاش مكلفه به،
ديال الاولى، هذه نقطه مهمه. ثانيا ربما غيتدمج في برنامج كبير ديال المنطقه، ديال منطقه ديال بيع هذه المنتوجات الغذائيه اللي غتكون غالبا في الخيطه، اللي ما غتكونش فيها سوق الدجاج، كاين سوق اللحم، كاين ديال اللحم، كاين الخضار، وكاين حتى السمك. اذا هذه العمليه كلها خدامين فيها اليوم. حنا فرحانين بان هذا الملف تحرك، ما كانش محرك هذه سنين، اليوم حنا فرحانين باش هذا الملف يتحرك ويشوف النور، لان حنا راه كل مجلس ملي كنجيو كنوعد المواطنين بان هذا السوق غيترحل وما كيترحلش. فاليوم حنا اعتقد بان اليوم هو اليوم الحسم فاش غناخذوا قرارات. الدراسه غتستغرق 6 شهور باش يشوفوا المكان فين غيكون، ومن بعد غتنطلق هاد البلاتفورم اللي هاد المنصه اللي غتكون اكيد غتعطي واحد قفزه نوعيه. وهذا الشيء اللي كاين في جميع الدول، هاد الاسواق الكبيره كتكون في واحد المنطقه معزوله، وكنخليو هاد الشيء غير معقول وغير منطقي باش يكون مازال عندنا هاد الشيء ديال الدجاج كيتذبح داخل المجال الحضري. واش فكرتوا المكان تاع السوق تاع الدواجن اللي كاين حاليا، يعني شنو غيكون مستقبلا؟ السوق غالبا اللي كاين هو جيت الخياطه، السوق الحالي اللي كاين دابا في حي المحمدي اش غيولي؟ فيه بلون داميناجمون، فيه مرافق رياضيه، كاين في تصميم التهيئه، كاين ملاعب مرافق رياضيه اللي غتكون تما. دونك حنا مزيانه، كاين لا بلاتفورم، كاين لي دال، اذا ما غاديش نكون عندنا صعوبه فيها، وتعطي واحد الجماليه حتى قدام واحد الحديقه اللي كتصوب حاليا، هي حديقه بشر الخير، 7 قطارات اللي غتعود في واحد الحله جديده ان شاء الله.